شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه هذا اليوم إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين والذي عقد في مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي كان في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة والان ادعو جلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين لالقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الاخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود رئيس القمه العربيه اخي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اصحاب الجلاله والفخامه والسمو معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه الحضور الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على بركه الله نجتمع اليوم في ضيافه اخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لنجدد العزم ولنواصل مسيره العمل العربي المشترك باراده حره وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص كي نؤسس للاستقرار والرخاء والوئام الذي لا بد ان تنعم به شعوبنا وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجه كافه القضايا العالقه لضمان الامن والاستقرار والمصالح الحيويه لازدهار دول المنطقه دون استثناء ونرحب اشد الترحيب بالمساعي العربيه الجاده التي نجد فيها بوادر مبشره لبلوره نظام اقليمي متجدد ومتوازن والمتمثله في استئناف العلاقات الدبلوماسيه بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه واستمرار الهدنه الانسانيه في اليمن والجهود الجاده لحل ازمتها والعود الحميد للشقيقه سوريا الى بيت العرب الكبير. ونؤكد على هذا الصعيد ضروره وقف الاشتباكات المسلحه في السودان، وعوده امنه واستقراره، وحفظ حقوقه المشروعه، الى جانب حقوق الشقيقه مصر في مياه النيل، وبالعمل على استكمال مسيره السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أيها الأشقاء نمتنا العربية بتاريخها العريق وقيمها الدينية والإنسانية والحضاريه وما تتمتع به من ثروات بشريه وكفاءات مبدعه وموقع استراتيجي مميز وموارد طبيعيه متنوعه لا قادره على النهوض والتقدم لمواكبه حركه العصر عبر تعزيز التكامل العربي وبتجديد شراكاتها الاستراتيجيه مع الدول الحليفه والصديقه القائمه على حفظ المصالح المشتركه وبرؤيه توافقيه وسياسات اكثر فاعليه للتصدي للارهاب ووقف الحروب وتهديدات اسلحه الدمار الشامل وصولا لمنطقه مستقره تزدهر في محيطها قيم التعايش الانساني والتقارب الديني والحضاري ومن هنا فإننا نعرب عن خالص تمنياتنا بأن تنجح جهودنا المشتركة في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا لعودة الأمن والسلم لشعوب البلدين والدول المجاورة وليستعيد العالم عافيته الاقتصادية والبيئية التي تنهكها آلة الحرب كما ويحدون الأمل بأن يحالف التوفيق والنجاح أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 الذي سيقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نهاية العام الجاري بإذن الله وإننا إذ نشكر كل من أخينا خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوه الكريمه وعلى حسن الضيافه وكرم الوفاده نتوجه لهما بعظيم التقدير على ما تبذله المملكه العربيه السعوديه من جهود دبلوماسيه فائقه الاهميه ومبادرات انسانيه عظيمه التاثير والأثر لعودة أمن واستقرار دول المنطقة وحفظ سيادتها ووحدة مواقفها ولا يفوتنا كذلك أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على إسهاماته الطيبة في تعزيز العمل العربي المشترك لدى ترأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعمال القمه الحاديه والثلاثين وان نعرب عن خالص الامتنان لمعالي الامين العام لجامعه الدول العربيه وجميع منتسبي الامانه العامه على حسن الاعداد والتحضير لاعمال هذا الاجتماع سائلين المولى عز وجل ان تشهد اعمال هذه القمه المباركه كل توفيق ونجاح تحقيقا لما نصبوا اليه من اهداف خيره تعود بالمنعه والرفعه لدولنا وشعوبها كما يطيب لنا ان نعرب في ختام حديثنا عن ترحيبنا بكم في بلدكم مملكه البحرين لاجتماعات القمه العربيه المقبله في 2024 بعون الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته